بيان رقم 352 عن الحالة الوبائية لكوفيد 19 لهذا اليوم السبت الموافق 3 أبريل 2021 كالتالي: هناك 510 عينة تم فحصها، 16 إصابة جديدة سجلت، 8 منهم لمخالطين لحالات سابقة، 14 في العاصمة جمينة، وحالة في بوركو، وحالة في مايوكي بغرب، 25 حالة شفاء ليرتفع العدد الكلي إلى 4190 حالة شفاء، 0 حالة وفاة ليبقى على العدد الكلي للوفيات 164، 235 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 مارس 2020 4589 في 19 إقليما. المنسق الوطني للاستجابة الصحية تدعو المواطنين إلى الهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والتباعد المكاني بمسافة متر على الأقل، استعمال الكمامة، غسل يدين بالماء والصابون بشكل متكرر، وتجنب المصافحة. المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شواء أشمي.